عم تدرسوا شيء اونلاين؟ ايه؟ لا. لا. انا الكبير وهو اخواتي ومامي تعالى بالاونلاين. يا وام اختي اكبر منك. كنت رحت جبت بنطلون وهيك للمدرسة وجبت الشنطة ودفاتر، والتاني يوم لما كنا نروح على المدرسة بلشوا كصف على عايدة، قمنا هربنا على سور وصرنا 92 يوم والدفاتر مستعملناهنش بعده بالسيارة. من قالك الوليد عم يتعلم ولا وزارة دايرة علينا ولا دولة لبنانية دايرة علينا؟ من هو اللي قالك هيك؟ هيا الوليد كلها بالشوارع. أنا من بتياف ومن عايدة. لا انت مش من عايدة. انت يا وردة. أنا من بتياف ومن عايدة. انت بعايدة بس انت من بتياف. او انت قاعدة بعايدة وانت من مصر. وجينا لهون سجلوني وعطوني شنطة بس ما حداش اجا وراي عشان فوت على المدرسة. المدرسة كنا نتعلم فيها على النزحين، كانوش يعطونا دروس وكنا بس يهتموا بالتلاميذ اللي عنده. كرمال هيك وقفت لأنه مش عم يهتموا. صارني برا مدرسة 3 أشهر. بصور هوني ما في مدرسة بس فشلة أول ثانوي وعم بدرس أونلاين. مليح بس النت، يعني هو النت فش كثير. انترنت بيكون أوقات فيه أوقات فش، مرات على 3G مرات على النت. وفي حد نتكاني حاطي نت وهيك قعدت حد نتكاني بلقط منه، مرات بركز مرات ما بركزش. لا لأنه أكتر شيء بيكون فيه أصوات بالممر، عالم عم تركض عم بيضلهم يشطفوا ويعيطوا. أنا بحب مادة المات، بحب وبدي صير مهندس. مهندس سيارات. اشتقت لرفقاتي للمسات. بقلهم إن شاء الله نرجع على الضيعة ونروح على المدارس ونلعب وندرس مع بعض.